إذن اليوم نحتفي بموضوع نجد أن المغرب والعالم بأسره يستحضر الأيام الأممية والوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. المرأة تتعرض لأنواع كثيرة من العنف، منها ما هو جسدي ونفسي في مقرات مختلفة في العمل، كل هذا ألفناه. ولكن حينما تتعرض المرأة للعنف في فضاء جامعي، من المفروض أنه يحترم حقوق الإنسان ويدرس ويلقن للباحثين ثقافة حقوق الإنسان، والمرأة إنسان. المرأة دائما تتحمل الكثير من الصعاب لتربية أبنائها، والمرأة هي أيضا من استطاعت أن تتبوأ مكانة عالية بوأها لها الإسلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وعلى نهج سيدنا رسول الله ذهب صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله وأيده ومكن المرأة من جميع حقوقها، فوقف معها قلبا وقالبا من خلال تنظيم التشريعات، من خلال تمكينها اقتصاديا ومهنيا واجتماعيا وفكريا وثقافيا. ما يحصل اليوم هو ذبح للديمقراطية. أنا المشكل الذي وقعت فيه هو أنه من مؤسستي تم تسريب وثيقة رسمية كان على المسؤول الأول في هذه المؤسسة أن لا يسربها، لكنه سربها في ملتقى لطلبة كلية الشريعة، مما جعل الكثير من طلباتنا، وأشكرهم أن الكثير منهم دعموني وتضامنوا معي ولم يتضامنوا معه. هذه من حسنات هذه الهفوات التي ارتكبها هذا المسؤول، الذي الآن يعتبر يجب عليه أن يحمي كل مكونات مؤسسته، لكنه هو للأسف يعني سرب هذه الوثيقة. بعدها ظهرت وثيقة في هذه الملتقى الذي يعتبر هو عضو فيها، جاءت وثيقة بعبارات التجريح والسب والقذف والتنمر والميز العنصري ووصف المرأة بالنسوية المتخلفة وبالرجعية، واعتبر صاحب هذه التدوينة بأن تأنيث المناصب هو سبب الجمود والركود والرجوع إلى الخلف. جاءت في هذه التدوينة يعني ما يتضامن معه، وأنا أشعر بأن هذا التضامن هي من جهات مجهولة مدفوعة. وفي هذا السياق أنا قمت بإجراء قانوني، وهو أنني أول ما فعلته راسلت الرئيس والمسؤول الأول عن هذه المؤسسة، قلت له يجب عليك أن تفتح تحقيق وتتقدم بشكاية إلى النيابة العامة لنرى من وراء هذه التدوينات العنصرية. وللأسف صادفت الأيام ونحن ما زلنا بصددها، الأيام الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بمراسلة رسمية، لكنه لم يجب ولم يستجب، بل تمادى في ذلك بأن تلقيت منه مباشرة تهديدات مباشرة وبأشكال معينة، فاضطررت أنا بعد ذلك إلى رفع الشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، عارضة هذا الأمر الذي كله تجريح والذي كله عنف. قد نتوقع العنف في أوساط معينة، لكن أن يكون في فضاء الجامعة وفي المؤسسات من المفروض أنها تلقن الأخلاق، وكما نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم موسوم: وإنك لعلى خلق عظيم. هؤلاء لم يريدوا أن يقتدوا برسول الله في الأخلاق وفي معاملات المرأة. واليوم أنا أغتنم الفرصة لأشكر جمعيات المجتمع المدني التي وقعت معي عريضة تضامنية تعد بالمئات. والآن في هذه الأيام يوم السبت نحن تعمدنا على أن لا نقحم أي أحد، وإنما تلقيت دعوة من المجتمع المدني لأحضر معهم في تضامنهم. أشكرهم جزيل الشكر ونقول
بأن المرأة لا يثنيها أي ترهيب ولا يثنيها أي مؤامرة ولن تثنيها أي كولسة، فهي متواجدة. ما العمل مع المرأة؟ المرأة المغربية هي تجدها في كل المناصب وفي كل المجالات، لكن يأتي مجموعة من الرجال ويسمون المرأة الأكاديمية الباحثة. أكاد أقول بأن هذه المرأة الأكاديمية يعرفها الجميع، والحمد لله قد لاحظتم بأن الكثير من مكونات الجامعة أرادوا أن ينضموا، ولكن أنا قلت لهم أنتم لستم معنيين، فذهبوا إلى حال سبيلهم، لأن هذه الوقفة هي وقفة خاصة بالهيئات الحقوقية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. ومن هنا أرفض أن تنمر المرأة، أن توصف بأوصاف قدحية وبالسب والشتم والقذف والتمييز العنصري، وهذا ما تعرضت له. وأنا أقول أمام الملأ بأنني لن أسمح للرجل الذي يدعي التقوى ويدعي التقية أن يكون أول من أساء إلى هذه المرأة. أنا أقولها وأنا صدري منشرح، لأنني وجدت إلى جانبي يعني شباب وأناس يحترمون المرأة وفاعلين في المجال الجمعوي والحقوقي بمدينة فاس على جميع الأصعدة، فأشكرهم على هذه الوقفة التضامنية، وأشكر كل زملاء الأساتذة الذي تضامنوا معي، والحمد لله رب العالمين. الأستاذة ليلى المرنيسي، رئيسة جمعية كفاءة مواطنة للتنمية ورئيسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان جودور، اليوم هذا الوقفة التضامنية مع أستاذة بكلية الشريعة كتجيف بمناسبة الأيام الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، لأننا عينا كمجتمع مدني وحقوقي التدوينة اللي خارجة من ملتقى طلبة كلية الشريعة اللي تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، واللي كلها كتصب في التحقير والتمييز بالنسبة للمرأة ونعتها بالنسوية المتخلفة. احنا اليوم نندد بمثل هذه التصرفات خصوصا من داخل كلية الشريعة اللي هي معقل حقوق الإنسان، هي معقل الشريعة، هي اللي كتلقن الطلبة والطالبات الأصول الدين الإسلامي والتعليمات والتعاليم السامحة اللي كتجي من القرآن الكريم. احنا لا علاقة لنا بالتنظيمات بالهياكل بالأمور الإدارية اللي كتخص الجامعة ولا كلية الشريعة، ولكن احنا اليوم كنساء اللي احنا بزاف بنا اللي تعرضنا للتعنيف للتشهير لمجموعة من الممارسات من بعض ما غنقولوش رجال، لأن الرجال شقائق النساء من بعض الذكور، كنقولوا على أن الدين الإسلامي كرم المرأة أحسن تكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى للمرأة واحد الباب كبير لكله تقدير واحترام قبل الإيديولوجيات اللي عاد دابا يعني كتندد بالتعنيف ضد المرأة. وسيدنا الله ينصره في جميع المناسبات كيكرم المرأة وكيعطيها الحق ديالها القانوني اللي مستمد من الشريعة الإسلامية، لأن المرأة استطعت اليوم باش تكون فاعلة في مجموعة من الميادين. إذا فلا داعي أننا نعتها بالتخلف وبمصطلحات قدحية، ونحاولوا نحطوا من القيمة ديالها العلمية والاجتماعية كامرأة كربة بيت كأستاذة جامعية كفاعلة جمعوية كطبيبة كمناضلة. وهذا الشيء ماشي جديد على الدين الإسلامي، لأن كنعرفوا عبر التاريخ الإسلامي أن عندنا نساء كنا مناضلات سواء في الحروب الإسلامية في يعني في جميع التاريخ كيحكي على نساء مناضلات. إذا ما غنجيوش حنا القرن 21 والعصر العولمة اللي كان كتبوا فيه مجرد إيديولوجيات، وكان ديروا لقاءات علمية وأكاديمية، وكان فرقوا هاد لي شال أورانج، وكان قولوا المرأة المرأة المرأة، ولكن في الخفاء
وبين خبايا الأمور أننا كنعنفوا المرأة وكنعتوها بمصطلحات رديئة. إحنا اليوم كنقولوا كيف كتشوفوا هذا الشعار؟ لا للعنف، لا للتمييز ضد المرأة، نعم للنضال المستمر للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء وحفظ كرامتهن، لأن كرامة المرأة من كرامة الأسرة كنوات وكرامة المجتمع. وشكرا لكم المنابر الإعلامية. قد اجتمعنا اليوم كفعالية المجتمع المدني للتنديد بالظلم ضد المرأة، خصوصا وأن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قد اجتمعنا اليوم هنا كفعالية المجتمع المدني مع الجامعة للتنديد بالعنف ضد المرأة، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد رفع قدرهن من فوق سبع سماوات، حيث سمى صورة باسمهن، وكذلك قد أوصى عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي الإبنة، والمرأة نصف المجتمع بل المجتمع كله. وشكرا لكم جميعا. أولا أننا احنا كفعالية المجتمع المدني وكنقول لا للعنف ضد المرأة، فنحن نشتغل على كل قضية كفعالية المجتمع المدني كيف ما كانت القضية، خصوصا قضية المرأة. فقضية المرأة احنا كنشوفوا أن الحمد لله كاين بحال الأستاذة الحضري اللي كتدافع على الحقوق ديال المرأة وكتتناضل من أجل باش تكون المرأة تكون عندها الكرامة ديالها والعزة ديالها، فكنشكروها من هذا المنبر وكنشكروا المنابر الإعلامية اللي كتصور هذا الحدث. عبد الناصر القرايح، رئيس جمعية الأمل سائقي التاكسيات للأعمال الاجتماعية. أنا بدوري كما ما يعني ما كاينش ما يتقال أكثر من اللي قالت الأخت ليلى المرنيسي، هو أنه كندير التضامن ديالي لا مشروط مع جميع النساء بحكم هذا الأسبوع دابا اللي كاين ديال ضد العنف ضد النساء. أنا لما كان جميع أنواع العنف ضد المرأة كما كان نوعها. المرأة كتركب معنا في الطاكسي، كتركب معنا المرأة كتمثلنا كأم كبنت كأخت، اللهم لك الحمد. يعني ما عندناش احنا كمهنيين ديال الطاكسي، المرأة ديما معنا وديما بجنبنا، ولهذا أنا بهذا الموقع هذا كنندد لا للعنف ضد النساء. وشكرا.